لسه فاكر فترتك مع سلتا فيجو؟ اه طبعا طبعا، فترة سيلتا رغم ان هي كانت قصيرة الا ان هي الحمد لله كانت مؤثرة فيا وكانت مؤثرة في الناس هناك. وغريبة جدا ان رغم ان انا ممكن ما لعبتش الا 8 9 ماتشات هناك، الا ان الحمد لله يعني في حالة حب كبيرة جدا ما بيني وما بين جمهور سيلتا وما بيني وما بين مسؤولي سيلتا، لان هي كانت فترة انا في رأيي ان هي كانت يعني الفترة الاعظم في تاريخ النادي، ان النادي يتأهل للتشامبيونز ليج للمرة الاولى والوحيدة في تاريخه، ويقفل رابع فوق برشلونة ويبقى فريق يعني ند لكل الفرق الكبيرة، كل اسبانيا وكل أندية الدوري الاسباني كانت بتعمل حساب قوي للفرقة اللي انا كنت محظوظ ان انا لعبت فيها في سيلتا. هاجي لك هنا في نادي سيلتا فيجو وانت بتقول ان كل فرقة كانت بتعمل لكم حساب. الموسم ده وصيف الدوري الاسباني وريال سوسيداد خسر الدوري بفضل مباراة سيلتا فيجو اللي انت حرصت فيها الهدف الثالث وكسبت المباراة دي 3-2. المباراة دي اهدت اللقب يعتبر لريال مدريد. قول لنا كده كواليس المباراة دي والجول ده وردود الفعل كانت ايه بعد الفوز امام ريال سوسيداد. يعني طبعا الماتش ده انا فاكره كانه امبارح، ماتش من الماتشات اللي عمري ما هنساها ابدا، بسبب اول حاجه الاتموسفير بتاع الماتش. انت عندك فرقتين بيلعبوا مش من الفرقتين الكبار في اسبانيا، بس فرقه منهم لو كسبت تاخد الدوري. ريال سوسيداد كان عندهم لعيبه جامده جدا، كان عندهم كوفاسيتش، راس حربه، نهاد اهواجي، جافي الونزو في نص الملعب، كاربن بتاع منتخب روسيا، فرقه جامده يعني، واحنا كنا فرقه جامده برضه، كنا فرقه جامده جدا يعني. والاتموسفير قبل الماتش والشحن اللي قبل الماتش ما اقدرش انساه، كان في فرحه كبيره جدا في النادي وفي المدينه. انا فاكر ان احنا رئيس النادي بعد الماتش وفرحه كبيره جدا للعيبه، وفي نفس الوقت كان صعبان عليا جدا لعيبه سوسيداد لان كانوا بيعيطوا زي الاطفال في التانر. يكسبوا ماتش ياخدوا الدوري، يكسبوه من مين؟ من ريال مدريد يعني. بعد كده كان في اوتوبيس مفتوح مستنينا، وانا فاكر البلد كلها كانت في الشارع وكل الفاونتنز او في الميادين الكبيره ناس على عهدهمها وبترقص، كان يوم جميل جدا. مش اول تاريخي لدوري ابطال اوروبا، يوم تاريخي للنادي يعني. والماتش ده احنا بجد يعني لعبنا ماتش كوره جامد قوي يعني، كل اللعيبه كانت مركزين وكل اللعيبه كانت في مستواها، ما كانش في ولا لعيب مش ما تقدر تقول ان هو مش في مستواه، كله مركز جدا، كله مركز جدا. وخيبك اصعب حاجه في الكوره ان انت في الاحداث الكبيره ان انت تحافظ على تركيزك. كان معانا لعيبه بجد عندهم خبرات كبيره، موستوفوي ده بتاع روسيا ده كان معلم تحت ضغط، تعقد ضغط، بيجيب جوان، بيلعب بدماغه، لعيب كبير قوي يعني. ايدو بعد كده راح فالنسيا كان لعيب كبير قوي، جوستافو لوبيز كان لعيب كبير قوي. فبقول لك لعبنا ماتش معلمه فعلا، كنا بنلعب رغم ان فرقه سوسيداد كانت جامده جدا وكانوا متصدرين الدوري، احنا كنا بنلعب بثقه كبيره جدا، كان عندنا لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا يعني. انا كان عندي 19 سنه بس اعتقد اصغر حد في سيلتا كان بيلعب معايا كان فوق ال 30، كل الفرقه كبار، انا الوحيد الصغير. موستوفوي كان حوالي 34 سنه، الكسندر موستوفوي، جوستافو لوبيز ما كانش صغير، بيريسو، بريسو حاليا دلوقتي هو مدرب باراغواي وتشيلي ومدرب اشبيليه السابق كمان، مدرب في سيفيا السابق، وكان مساعد في منتخب الارجنتين، هو ده كان السنتر باك بتاعنا، الواحد من اللعيبه الكبار اصحاب الشخصيه. كافاييرو جول كيبر بتاع منتخب الارجنتين في كاس عالم 2002 كان الجول كيبر بتاعنا. كان مين البديل بتاعه؟ بنتو، حارس برشلونه اللي لاحقهم بعد كده. بنتو كان الحارس البديل. سيلفينيو نجم برشلونه وارسنال السابق كان هو الباك ليفت بتاعنا. فاجنر لاف، بيتر لوكسر، واحد من احسن لعيبه نص ملعب لعبت معاهم في حياتي. برازيلي ايدو، بيني ماكارسي كان موجود، بس كان بديل. بيني ماكارسي كان بديل، يعني بيني ما كانش في افضل حالاته في الوقت ده. انا لعبت مع بيني في سيلتا ولعبت معاه في وستهام. بيني يعني انا رحت لعبت على طول يعني، كانت حالتي احسن منه يعني في الوقت ده.